Camille, oh non, Camille, bébé. Impossible, il est très gentil. Il est très mignon. Il est mignon. دخلت برضه؟ ماشي ماشي. الله عادل، انت مش عوايدينك انك تيجي بدري كده وكمان جايب رمزي معاك؟ والله انا قلت يعني اكافئه ويجي يتغدى معانا النهارده في البيت، لانه صراحه ما كسرش غير تمثالين بس، وبدل ما يقعد في البازار ويقعد ياكل في التماثيل بيفتكرهم عروسه حلاوه. ربنا يخليك يا دول يا رب. وبعدين يا دول، ما انت بحبح المهيه بتاعتي شويه يا عم. هدوله هدوله صفت كاميلا كاميلا، ده بيبي زقنن خالص. ايه ده؟ ده حاجه صحي؟ ايه ده؟ ده كلب عادي، كلب. ايوه ما انا عارف انه كلب، وانا قلت ان هو قطه. ايه اللي جابه هنا ده يا حبيبي؟ ده سوني، سوني عادل. سوني، عاشت الاسامي يا سي سوني، وانا عادل يعني. ايه اللي جابه بقى؟ الله يا دوله دوله، هو الكلب داون بحقه حقيقي ولا بلاستيك؟ بلاستيك، ده كلب بوليسي. يلا. ايه ده؟ ده انا معيش بطاقه دوله. لا ما تقلقش، انت بالذات ما تقلقش من اي حاجه خالص، لان هو بالنسبه لك يعتبر زميل. انا عايز افهم الكلب ده ايه اللي جابه هنا يا هانا. بص يا بيبي، اهدى بس كده، انا هفهمك كل الحكايه عشان انا عارفه كويس قوي ان انت متخصص في الاحاديث والاقاويل والمشكلات والحواديت. بص بقى، انا وانا قاعده عند الكوافير قابلت يا مامي صاحبتي باكينام، انت عارفاها طبعا يا حبيبتي. فاكره الفظيعه دي اللي هي المرايه دي؟ دي بقى كانت عايزه ايه، تسافر عند بنت خالتها مالطا تقعد هناك شويه كتير جدا. شعائيل دي لسه راجعه من اسطنبول. ايوه مامي، انت فاكره انها زينا قاعده طول النهار كده في البيت؟ لا دي رايحه جايه سفر طيارات وبتاع. المهم يعني اختصارا للقول، انها كانت مش عارفه هتحط الكلب فين لحد ما ترجع من السفر. فعرضت عليكي بقى ان انت تخلي الكلب بتاعها عندك يعني. عمري عمري استحاله ده يحصل. انت بتهرج ولا ايه يا عادل؟ امال ايه اللي حصل يعني؟ انا اللي عرضت عليها انها تخلي الكلب عندنا هنا. برافو عليكي يا رورو. يا بايظه بايظه زقنن وقمير، خلاص تزرقه. ماما ماما، انا عايزه العب مع الكلب. وانا دول عايز اخد الكلب ده واربطه واجري بيه في الشارع يا دول. بقول لك ايه رانيا، رانيا بس يلا انت وهي. رانيا الكلب ده مش هيقعد هنا في البيت، وانا ناقص كلاب وانا هصرف عليك ولا على الكلب لو سمحتوا. الكلب ده خديه سربيه. لو سمحت ما تجرحوش، ده ابن عيله متأصل ومن اصول عريقه. من اصول عريقه ايه يعني؟ جده لكي باشا. انت بتهرج يا عادل ولا انت مش عارف ده اصوله عامله ازاي؟ ده اصوله انجليزيه فرنسويه ايطاليه. ها انا ماليش دعوه بالاتحاد الاوروبي اللي جاي منه الاستاذ الكلب ده، اهم حاجه ما يعديش انا بقى حدودي الاقليميه في البيت. اخس عليك يا عادل. لا اخس عليك، اخس اخس عليك يا عادل، حرام عليك. انت ايه ما سمعتش عن جمعيه الرفق بالحيوان؟ ازاي ما سمعتش؟ امال الحيوان ده اللي انا برعاه بقالي 5 مواسم لغايه دلوقتي اعمل فيه ايه؟ رمزي زفت ده. ربنا يخليك يا دول يا رب. وبعدين يا عادل حرام عليك، انا ما اقدرش انزل الكلب ده في الشارع لحسن، انا خايفه عليه يتشرد ومستقبله يضيع ويبقى كده مدمن ومن كلاب الشوارع. كلاب يعني هيعمل ايه يعني؟ هيشم كله ولا يسرق عظمه من الجزار ولا يسطح فوق القطر يعني؟ ايه اللي انت بتتكلم عنه يا ابني؟ ده بياكل كل يوم شركسيه. شركسيه؟ بلاش اوفر بقى. شركسيه ايه يا ماما؟ ده اساسا عمره ما داق اللحمه ولا عدت من قدام مناخيره. خلاص خلاص يا عادل، خلاص بقى. واضح ان انا مضطره استغنى عن ال 100 جنيه اللي كانت هتطلع لي من الكلب كل يوم. 100 جنيه؟ اصل انا ما قلتلكيش يا مامي، صاحبته ادتني 1000 جنيه على اساس ان انا اصرف على الكلب كل يوم 100 جنيه، بس انا طبعا بنظرتي المصروفيه اللي هي المحافظه قلت ان انا هصرف عليه 50 جنيه بس، وال 50 جنيه هسيبها لمصروفاتي الشخصيه. رانيا؟ لا، مصروفات البيت يا مامي. انت عارفه زمان كان نفسي يبقى عندي كلب، بس كان عندنا البيت صغير يعني، بس انا بحب الكلاب قوي، والنوع ده كمان اللي هو النوع الكلب الابيض، والكلب الابيض ينفع في اليوم الاسود. ايه ده؟ انت جايبه الكلب هنا؟ هو ايه يعني ما كفاكيش طول اليوم ان هو يبقى معاكي يعني جايبهولي؟ شوفي لو سمحتي، شوفي هينام فين؟ هنا. هينام هنا فين؟ في وسطينا يا بيبي. في وسطينا؟ ده اذا كانت ياسمين بنتنا عمرها ما نامت في وسطينا، هتنيمي كلب في وسطينا؟ صالك يا عادل، ده سوني 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 سوني. ايه سوني 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 سوني؟ إيه ابن اختك يعني؟ لا طبعا مش ابن اختي. طبعا، عشان اختك لسه ما خلفتش. بيبي ما تهزرش يا عادل. لا انا بتكلم بجد، الكلب ازاي هينام في وسطينا ازاي يعني؟ معقوله يعني يا رانيا؟ يا عادل يا حبيبي، انا وعدت صاحبته ان انا حاسسه بالحنان والحب والامان والامن. الامان والامن ده ممكن يحسهم في اي حته لعلمك، لو نام في البلكونه هيتسلى
جامد، عنده النجوم يقعد بقى يتفرج عليها براحته، أو أقول لك ممكن ننيمه في الصندر، عنده فران بالهبل هيقعد يلعب معاهم وهو قد الفار أساسا. ما أقدرش يا عادل، ما أقدرش ما أقدرش يا حبيبي، ده أمانة 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 عليكي، أنا عايز أنام كده يا عادل. اوكي طالما انت عايز كده بقى ومصر وملح بقى، رجع الفلوس اللي خدتها في مقابل انك ترعاه ذلك المسكين الحيوان. لا ده الحيوان ده لطيف جدا، ده انا بحبه جدا يا سوني 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 سوني. يلا اشرب يا جوجو، اشرب ابلع بقى ابلع اهو. ايه بس الجمل دول عشان الدنيا حر. بتسقي الجمل يخرب بيتك، مش كفايه التماثيل اللي بتبوظها كمان بتبوظ الجمال. يا ابني الجمل ده سفينه الصحراء، يعني ما بيشربش ميه خالص. ايه ده دولا؟ ايه ده الكلب ده دولا؟ هو الكلب ده اللي انا شفته عندك امبارح في البيت؟ اه يا سيدي، هو رانيا اصرت ان انا اقعده عندنا اسبوع فجبته بقى. شخصيتك الضعيفه دايما موجوده في كل حته. يا دولا يا دولا، رانيا تقول لك حاجه تقوم راضي كده هون بالامر الرابع على طول. الامر الرابع؟ طب ايه هو الامر الثالث؟ انت اي هيصه جاي فيها وخلاص. المهم يا سيدي، عايزين ندور على مكان بقى الكلب ده يقعد فيه هنا في البازار. لا يا دولا بص يا عم، احنا الارفف عندنا كلها زحمه يا عم، والدنيا حر والتماثيل مش طايقه بعض اصلا. وانت فكرك ان انا هحط الكلب ده على الارفف؟ يا غبي يا غبي، عايزين نعلقه في حته يعني. ايه رايك يا دولا احنا نعلقه هنا مطرح الطبله دي؟ اشنقه بقى مكان الطبله. لا 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 لا، بص اقول لك حاجه، خليه على المكتب زي ما هو قاعده. الا قول لي يا دولا، يعني وانت ناوي يعني فعلا تخلي الكلب ده هنا عندنا في البازار؟ خليه في البازار، ايه المشكله؟ دولا مش انت امبارح قلت لي ان الكلب دون يعني بوليسي؟ طبعا بوليسي، بس هو انت عارف بوليسي متنكر، يعني عامل نفسه كلب صغير زي ما تقول كده، ايه كلب بوليسي سري. طب يا دولا بقى خليه بقى يعني وصي عليا علشان انا لسه ما طلعتش بطاقه. لا هخليه ياخد باله منك، بس اهم حاجه انت كمان تاخد بالك منه، شوفه محتاج ايه يعني نفذ له اوامره. انا يا دولا تمام يا فندم تمام. دولا هو هيعمل ايه بقى هنا بالظبط؟ هنا يا سيدي هيقوم بالحراسة طبعا في البازار عادي جدا، يعني انت هتحرس البازار طول الليل وهو يحرس البازار طول النهار. ايه ده ايه ده ايه ده، اشمعنى يعني انا اللي احرس البازار بالليل؟ لان هو كلب صغير يا ابني، ده ينفعش يحرس بالليل يا ابني، ده هو نايم بالنهار اساسا، ده احنا هنصحيه بالليل بالعافية. فهمتك فهمتك، دولا باين عليك ده هو مقتنع بالكلب. ولا رمز انت بتفكر مع نفسك بصوت عالي ولا ايه؟ انت سمعتني؟ يخرب بيتك. ما بص بقى دولا بصراحة، يعني انا الكلب دوان جاي بقى كده وانا على قطع عيش يا عم. يا عم قطع عيشك ايه بس يا رمز، واي كلام بتقوله يا ده يا رمز، انت غالي عندي، انت بمية كلب يالا. ربنا يخليك ليه يا دولا يا رب. هاو هاو كده، هاو 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 هاو. والنبي انا نفسي افهم يا عادل انت عملت ايه في الكلب ده؟ هكون عملت له ايه يعني؟ بالعكس ده بياكل 3 وجبات في اليوم، الواد رمزي ما باكلهمش يعني. لا ما هو فعلا واضح ان انت مهتم بيه وبتاكله. حرام عليك يا مفتري، ده عنده انطواء نفسي سايكولوجي وحالته النفسيه متدهوره، ده مكتئب. جراي يا ست انتي، يعني عايزاه يعمل ايه؟ يسيب شغله ويقعد يداد الكلب بتاعك؟ ده حاجه غريبه والله الكلام اللي انت بتقوليه ده. يا ماما عامل ايه للكلب مش راضي ياكل؟ انا قلت من الاول موده مش مظبوط. موده مش مظبوط اعمل له ايه يعني؟ وبعدين لعلمك بقى رمزي يعني متولي كل حاجه، بياكله بيشربه بيحميه وكل حاجه. لا انا مصدقاك، اي ما هو واضح ان هو واخد باله منه وبياكله، ده مش بعيد يكون بياكل اكل. حرام عليك، انا مش عارفه بيكي لما هترجع من السفر وتشوف الكلب بالحاله المزريه دي هتقول علينا عملنا ايه. عملنا ايه يعني؟ اعمل ايه اعمل ايه؟ انا مش فاهم يعني، كفايه قوي ان انا مهتم بيه وباكله وبشربه، كفايه منظري بس قدام المعلمين بتوع البازارات وانا داخل خارج معايا كلب صغير كده معمول له فيونكة حمرا شكلي وحش. لا والله انت قد الكلام اللي بتقوله ده. اوكي يا عادل اوكي، اعتبر الاتفاق انتهى، هات ايدك بقى على الفلوس اللي انت خدتها قبل كده واعتبر ان الالف جنيه دي خلاص بح بح. يا راني يا راني، ايه هنعد في بعض ولا ايه؟ والله بقى انت اللي بدات النباح يا استاذ عادل، اشرب بقى. ازيك حتة؟ صباح عم رمزي. الحمد لله، ازيك يا دولا؟ ايه اللي جابك هنا يا ده رمزي؟ ياه يا دولا زهقت يا عم من قعدة بقى البازار، فقلت بقى اجي اقعد في القهوة شوية، ولا يعني الكلب ده احسن مني يعني؟ هتزق الكلب ولا ايه؟ انت بتغير منه ولا ايه يا ده رمز؟
بس يا دوله يعني الكلب دون مش احسن مني في حاجه يعني. طب ما انا بحرس البازار زيه بالظبط يا دوله. لا مش زيه بالظبط، هو بيحرس البازار بس انت بتحرس البازار وبتكسر التماثيل. ايوه بكسرها عشان بفك النحسه، هي ما بتبقاش عايزه تتباع. انا مش فاهم انت جاي تهبب ايه، عايز ايه؟ عايز ايه؟ ولا حته. امرنا معلم رمزي. لو سمحت عايز كوبايه شاي تاني يعني على حساب دوله حبيبي. انا ايه ولا ما انت لسه شارب الشاي بتاعي. اديك قلت اهو بتاعي، يعني انا لسه ما طلبتش حاجه. يا سلام. اتفضل يا باشا. شكرا يا حته. هات يا حته. ايه ده ايه ده ايه ده، انت هتاخد الشاي بتاعي؟ بتاعك ايه يالا، الشاي ده بتاعي انا يالا. بس بس مش عايز اي دوشه. لا مؤاخذه يا باشا، البس صغير ده بقى مش هنجيب له بقى يعني كراويه حلبه ينسون شويه عصير عظم. ولا باشا بيشتغل بالحجاره ده ولا مش بالاكل ولا ايه؟ يا ظريف، ده كلب زميلك ده. ايه ده دوله، ده كلب زميلك ولا كلب بوليسي؟ بص ده اصلا كان قطه واخد بالك، بس عمل عمليه تجميل لانه كان رافض الجنس بتاعه ده فبقى دلوقتي كلب يعني ما شاء الله. يا اتريني يا دوله، كل ما اضربه يقعد يناونو. امال ايه بيناونو ده؟ وبعدين انت لابس اللبس بتاعه اللي عليه رسم الكلاب ولا ايه؟ لا دوله ده اللبس بتاعي دوله. ياه باين عليك بتحب الكلب ده يا استاذ عادل. اه طبعا لازم احبه يعني، ده برضه روح يعني. طب يا باشا طالما يعني غالي عندك قوي كده ما تعالجه. اعالجه ازاي يعني؟ اعالجه فين؟ اوديه لدكتور نفساني؟ اوديه للدكتور مجد الديل. ايه مجد الديل ده؟ يعني مدام ديل يبقى اكيد بيعالج حيوانات يعني؟ لا ده حكايته حكايه يا باشا، مجد الديل ده هو صغير عضه كلب فراح المستشفى قعد 15 سنه هناك فبقى تخصص في علاج الكلاب. ايه ده ايه ده ايه ده؟ طب ما انا وانا صغير ادول عضني كلب عادي يعني. اكيد طبعا الكلب خد 21 حقنه. ايه ده دول انت شرفك؟ يا ابني ما انا عارف، ما دي امراض بتتنقل للكلاب. المهم معاك العنوان بتاع الدكتور ده؟ اه طبعا يا باشا معايا. طيب حلوه. ايه 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 هتعمل ايه؟ هتدلق الميه على الكلب؟ لا بس كانت هتقع. كانت هتقع. ادخل. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا، احب اعرفك بنفسي، انا الدكتور مجد الديل، اخصائي في علاج الكلاب اللولو والجرفون، ماجستير في علاج كلاب الصيد، دكتوراه في علاج كلاب الحراسه، وزميل كليه الكلب البوليسي، وعضو الجمعيه الدوليه لكلب البحر. اكيد بقى موضوع كلب البحر ده حضرتك لما بتصيف يعني ما بتضيعش وقت تعالج كلب البحر برضو يعني. حضرتك تقدر تعتبرني ملزمه، ملزمه في علاج كل انواع الكلاب الاليفه. يا سلام. طيب حضرتك يعني احنا عندنا مشكله في الكلب بتاعنا ان شاء الله. معاك روشتة؟ اه اتفضل هي حضرتك. اه كشف باسم الكلب سوني. خير، بيشتكي من ايه ده؟ لا يا دكتور مش ده اللي عيان حضرتك. وايش عرفك انت؟ انت دكتور؟ ده عيان وحالته متاخره كمان. ايوه حضرتك انا واثق ان حالته متاخره، بس ده ان شاء الله هيحتاج علاج طويل او حالته ميؤوس منها خالص، لكن اللي معايا ده هو اللي حالته ممكن يبقى فيها امل اهو. اتفرج حضرتك. ياه ده حالته صعبه خالص. طمنا يا دكتور، عنده ايه بالظبط حضرتك؟ للاسف الكلب عنده كرومبولي على المخ، واحتمال نعمل له عمليه نقل مخ. نقل مخ؟ لا بقول لك ايه يا دوله بقى، ما تقعدش تبص لي يا عم، انا مخي بقى مش هيتنقل لحته تانيه يا دوله، انا مش ناقص. وبعدين يا دوله انا سمعت ان نقل الاعضاء حرام. لا يلا، نقل الاعضاء لما بيكونوا في نادي ولا حاجه هو ده اللي غلط، لكن نقل الاعضاء من حيوان لحيوان ده عادي يا ابني. طب بص يا دوله، ايه رايك ننقل مخ القطه دي للكلب ده؟ لا ساعتها يبقى كلب مقطقط. غلط غلط. لا يا دوله، ما ساعتها برضه هيبقى مخ الكلب ده في القطه دي. ساعتها هتبقى قطه بنت كلب. لا لا ما ينفعش ما ينفعش، انت مخك ناخده ننقله الكلب ونخلص بقى. طب وهيبقى ايه بقى ساعتها؟ هيبقى كلب مخه جزمه. ايه رايك؟ من الواضح ان الكلب تعرض لضغوط نفسيه شديده الشده اثرت على عقليته الباطنه، وطبعا اثرت على وظايفه الحيويه اللي بالتالي هي الكلاوي والكبده والمخ. يا سلام، كلاوي وكبده ومخ، جوعتنا والله يا دكتور. للاسف الكلب جاله شلل دماغي تام وفقد القدره على الهوهوه. اختصر يا دكتور ديل وقول ان هو مات يعني. لا لسه في امل، بس انا عايز اسالك سؤال، الكلب ده كان قاعد مع مين اليومين اللي فاتوا؟ اوف ايه اوف ايه، كان قاعد مع ده حضرتك يعني. انا عارف طبعا ان رمزي من سلاله تانيه، بس ما كانش قدامي غير ان انا قاعد اتنين مع بعض. طب انت بقى دوله بقى ليه ما قلتش للدكتور ديل على الاضطهاد اللي انت بتتهدوني دون، ومدي اجر للكلب دون قد الاجر بتاعي؟ اه النفسانه ابتدت تظهر،
عموما انت مشكلتك النفسيه دي هنعالجها بعدين، نبقى نقطع لك كشف ونجيبك للدكتور ديل. النهارده احنا في مشكله الكلب. اقعد. الحل ايه يا دكتور؟ الحل ان الكلب ده اتعامل معامله سيئه ومش حاسس بالاضطهاد، وفي حد حطه في دماغه. انت هتفضل مقضيها هف هف ولا ايه؟ ما انا عارف مين اللي حطه في دماغه. نعمل ايه يعني يا دكتور؟ حياته تتغير. هتنفض الكلب؟ انا ما كنتش اعرف ان انت غلاوي قوي كده يا ده رمزي. ايوه دولا بقى، لان انت بتحب الكلب ده اكتر مني يا دولا بقى، لدرجه اني حسيت بالتفرطه العنصريه. التفرطه العنصريه؟ ماشي يا رمزي، انت عملت ايه في الكلب بالظبط يا ده؟ بص بقى دولا، انت كنت كده وان كنت بتديني 2 جنيه ونص اجيب لي انا وهو لانشون ناكله انا وهو سوا. قلت عادي يعني، من يومين كده وان قلت لي لا يا رمزي هات له هو بجنيه ونص وانت بجنيه رمزي وكل واحد في ورقه لوحده، بتخونني. لا وفيها ايه دي يعني؟ معادي؟ لا يا دولا بقى مش عادي، انا بقى رديت لك الصاغ بقى صاغين بقى دولا. قمت انا جايب لي انا بجنيه ونص لانشون كلته كله لوحدي، وجايب له هو بجنيه واحد بس لانشون، واللي فاض منه كلته كمان. انا مش هقدر طبعا يا رمزي انزل لعقليتك، لكن اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ حرام عليك، جبت للكلب شلل في لسانه. بص بقى دولا بقى، انت ابن عمي وحبيبي وكل حاجه، بس بقى اللي اوله شرط اخره نور، يا انا يا الكلب ده في البازار. يا سلام الكلب، اتكل على الله. لا يا دولا انا اسف يا دولا، انا كنت بهزر يا دولا، والله كنت بهزر، ما تقطعش عيش يا دولا والنبي. ايوه كده اتعدل. عموما الكلب ده هعينه مدير عام للبازار، وانت هتبقى شغال عنده. الكلب ده بقى هز ديله يمين تروح يمين، هز ديله شمال تروح شمال، سامع؟ ماشي يا دولا. طب افرض بقى الكلب ده فرح بقى وقعد يهز بقى ديله شمال ويمين، اعمل ايه؟ تفضل رايح شمال ويمين شمال ويمين لغايه اما تدوخ ونخلص منك يا دولا بقى. هو ما بيبص، ما بيتحركش اصلا. انت عملت فيه ايه؟ ما بيتحركش. بص انت بتعقده، بتعمل له صوت قطه. ماشي اتكل على الله، روح هات له كوكتيل عشان يفوق كده. ايه طب وانا دول؟ وانت ايه؟ انت هتعمل دماغك بدماغ الكلب؟ اتكل على الله هات الكوكتيل. ماشي. معلش كلب. صباح الخير. اهلا اهلا، ازيك يا خواجة؟ اتفضل. ايه ده؟ انت عندك نوع من الكلاب دي؟ لا بس الكلب ده مش بتاعي، ده واحدة سايباه عندي لمدة اسبوع، لكن لو عايز اي كلاب تانية عندي مثلا تماثيل كلاب فرعوني، وعندي برديات فيها رسومات كلاب فرعوني زي ما انت عايز. لا تمثال ايه؟ مش ممكن، ايه الصدفة دي؟ يا حضرتك موعد الكلب ده هنا في البازار ولا ايه؟ بص يا حبيبي، انت عارف ان انا عندي مزرعة من الكلاب، وعندي كلبة اسمها ريتا، وبدور لها العريس من سلالتها. بتدور لها على عريس على اساس اخطب لكلبتك وما تخطبش لكلبك يعني؟ والصدفه ان ريتا في مصر دلوقتي في شرم شيخ. ايوه جميل، اهلا وسهلا بيها يا سيدي، بس مش هينفع يعني حضرتك. ارجوك. لا حضرتك مش هينفع خالص بجد، الاصل دي مسؤوليه، ما ينفعش ان انا اجوزها من غير ما اهله يعرفوا يعني. هو يوم واحد هاخد الكلب اجوزه لريتا وارجعه لك تاني. اسف مش هينفع خالص، معلش يا خواجه. هديك 500 دولار إيجار يوم واحد. 500 دولار إيجار يوم واحد للكلب اتجوزه لريتا؟ حضرتك أنا ممكن أشهد على العقد يعني. يا سلام، 1000 جنيه رعاية و500 دولار جواز، ده كده الكلب ده جاي من وراه مصلحة 100 100. حلوة قوي 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 يا دولا، الله عليك يا عم. بقولك يا دولا ما تنساش بقى ابو الرماميز ابن عمك، ها عزمني بقى على كوكتيل فواكه البحر. كوكتيل فواكه البحر؟ اي زفارة جاي فيها انت وخلاص. ايه يا راني؟ ايه ايه باكي نام؟ صاحبة الكلب جاية تاخده النهاردة؟ هو دلوقتي مش معادها بكرة؟ ماشي خلاص، انا هجيب الكلب واجي. حاضر ماشي، سلام. لازم اكلم خوليو بقى عشان يرجع الكلب ده، مصيبة سودة. لا يا دولا لا، اوعى تعمل كده يا دولا، لا يعني هتعكنن على الكلب في يوم فرحه يا دولا يعني. طبعا صعبان عليك، ما هو جنس واحد طبعا. يا دولا ايه؟ لا بقول لك ايه، ما تفكرش في لا. لا لا لا، لف 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 يا دول، لف كده ديل صغير. ماشي لف كده. اعمل لي صوت كلب كده. لا انا مش مصدقه نفسي ان بعد الفتره دي هشوف البابي بتاعي. يا سلام، فعلا الضنا غالي فعلا. انتوا مش متصورين هو وحشني قد ايه. يا ترى شكل اللقاء هيكون ايه؟ يا سلام،
ربنا يخليكوا لبعض وما يحرمكوش من بعض ابدا. ارتي عادل، فين الكلب يا عادل؟ الكلب مفروض على وصول، انا مش فاهم ايه اللي اخر رمز الغبي ده. ايدك يا عادل، لو الكلب ما جاش دلوقتي مش هناخد بقيه فلوسنا. انا حاسه يا طن ان ممكن يغمى عليا لما اشوفه، لولا ان الفيزا بتاعته اتاخرت كان زمانه معايا هناك في مالطا. شوف الدنيا يا عيني. معلش حبيبتي معلش، بس انا بقى مبسوطه جدا من الفيس في النص بتاعك للكلب ده، ربنا يخليكوا لبعض. عادل الكلب فين؟ انا مررت تحت فئه وهيجي لي النقطه. بابا هو الكلب لسه عيان. عيان؟ البوبي بتاعي عيان؟ لا. انا كان قلبي حاسس، عملتوا ايه يا رانيا في الكلب بتاعي؟ لا لا لا، ما عملناش اي حاجه، كل خير ان شاء الله. ده هو عطس عطسه كده وقلنا له الف سلامه ليك، وادينا له بس فيتامين سي كده فبقى تمام الحمد لله، وعارفه صحته ردت وقعدته في البازار وبقى زي الفل، ما تقلقيش خالص. اهو اهو. دولا حبيبي دولا. ولا فين الكلب يالا؟ جاي يا دولا اهو. ادخل. ايوه الكلب. ايه رايك يا معلم؟ معلم ايه؟ يخرب بيتك اللي انت جايبه ده، انا قلت لك عايز كلب قد اللي كان عندنا، جايب لنا واحد قده 20 مره الغبي. ايوه دولا، ما انا قلت بقى انقي واحد كبير بقى. هو في ايه؟ اوعى تقول الكلب بتاعي وصل. هو صراحه وصل. ايه ده؟ هو شكله اتغير كده ليه؟ هو بقى ضخم ازاي؟ بصي حضرتك، عشان تبقي واثقه ان احنا اهتمينا جدا بالكلب بتاع حضرتك، فاحنا اكلناه كتير جدا زي ما انت شايفه، وشربناه كتير جدا، ولعلمك رمزي ده كان عنده اربع رجلين بس هو كان رجلين منهم يعني، وقعدناه في الشمس فلونه بعد ما كان ابيض بقى اصفر فاسود وكده يعني. انا مش عارفه اقول لكم ايه، انا متشكره قوي. ودول 200 جنيه زيادة. معقولة؟ معقولة؟ تفضلي. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. باي باي. البت دي هبلة دي، مش عارفة الفرق ما بين الكلب اللي قد كده والقد كده.